شكرا شكرا دكتور احمد كريم. ناتي لبناتنا نبدا بالبنات لان هم ما بنقولش ليدز، لا ده بناتها جيرلز فيرست لانه كلهم جيرلز. نبدا باسماء بدون ترتيب. بنتي عفاف امين احمد. هاتي يا دعاء. اهلا وسهلا. اللي اسمه نسقف لبعض. ها ايوه امسك كده صورتي. بنت العزيزة صفاء محمد أحمد مهران. أهلا وسهلا. بنتي دعاء حلمي محمد موسى. بنتي أقدم بنت في المركز طالبة وهي الآن تعمل دراسة عليا في ماجستير سوسن عبد الرحيم سليمان. الجندي المختفي او الجندية المختفية في المركز دعاء جمال عبد الحميد. ناتي بالرجال وهم قليلون لكن اولادنا كثر. الابن معتز بالله. الابن العزيز حنفي محمود علي. دكتور احمد يلا سلم على دكتور عثمان. شهادتك شهادتك عشان تتصور مع الدكتور عثمان. تعال كده يا خليك كده ما نستورد عشان هو مش شايف يا اخوان. احسن هم اللي حسوا. محمود محمد مغربي رسول التكنولوجيا في مدرسة الأمل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اطرحنا ماشي ماشي. جندي من جنود المركز محمد صابر. نختم بأقدم واحد تعاملت معه في التكنولوجيا في المركز شهاب الدين جميل. أهلا شهاب توفيق إن شاء الله. شهاب من أيام ما كان في سنة أولى في كلية الآداب حوالي 7 سنين. شكرا.